Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ustazah Azlin. Pada hari ini, kita akan belajar surah At-Takatsur. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut تكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون 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 ثم 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 كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين 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 لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين 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 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 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 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.